نرحب بالأستاذ عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية من الخليل. سيد شديد مساء الخير. هناك تحذيرات من هجوم صهيوني على رفح تحت ذريعة أو تحت مزاعم بأنهم أنهوا طبعا معاركهم في المناطق الأخرى. ماذا ترى في هذا الاستعداد الصهيوني وما خطورة هكذا توجه لربما الهجوم على رفح؟ مساء الخير لك ولضيوفك والمشاهدين. يعني واضح أن الخطورة كبيرة جدا. يعني العدوان على رفح يعني أنه الاستمرار في مشروع التدمير والقتل وإنهاء كل مقومات الحياة برفح كما حدث في خان يونس وفي غزة. طبعا نقطة توجيهية فقط سيد شديد لجمهورنا، عندما نقول الهجوم على رفح لا يعني أن رفح لم تقصف منذ بداية العدوان، بل تقصف وتدك مثل غيرها. نتحدث عن تقدم الدبابات باتجاهها. نعم، يعني صحيح أنت تقصد المعركة البرية، يعني بالضبط. ما يسمى بالعبر المناورة العسكرية البرية. يعني يعني كما بدأت حديثي أنه الهجوم البري على مدينة رفح يعني استكمال إسرائيل لمشروع التدمير والقتل والتجويع وتدمير كل البنية التحتية الطبية والدينية والتعليمية والحياتية وما شابه. هذا الجانب. الجانب الآخر هو يعني إعادة احتلال الحدود الفلسطينية مع مصر، وأعتقد أنه حتى اللحظة لم نسمع عن موقفا مصريا في هذا الموضوع. سمعنا بعض الإيحاءات وبعض الإشارات لكن لم يصدر موقفا واضحا من مصر في حال إقدام إسرائيل على احتلال معبر رفح أو احتلال الشريط الحدودي المسمى بمحور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا أو إعادة احتلال مدينة رفح المحادية للشروق، وخاصة أن اتفاقية العام 2005 كانت مصر جزء منها. يعني واضح تماما أنه إقدام إسرائيل على هذه الخطوة يعني خرقا واضحا باتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل وبين مصر، وخرق إسرائيل باتفاقية المظلمة بين السلطة الفلسطينية وجمهورية مصر والاتحاد الأوروبي بالعام 2005. واللي بموجبها يعني أصبح معبر رفح معبر فلسطيني مصري خالص، لا وجود لإسرائيل عليه. ولكن للأسف الشديد جمهورية مصر العربية غير قادرة على فرض سيادتها على معبر رفح، أو أنها لا تريد. يعني النتيجة أنه الإسرائيلي اليوم يتحكم بمعبر رفح وليس مصر أم الدنيا. يعني بمعنى أنه طالما النتيجة واضحة من الإسرائيلي الذي يتحكم، فبالتالي تبقى التبشيرات إما أن مصر غير قادرة على مواجهة إسرائيل، وإما أنها لا تريد. يعني لنترك الإيجابي للمستقبل. والخطورة الثالثة وهي يعني ما يتعلق بالمهجرين الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم حوالي 1,300,000 فلسطيني الذين مضى على يعني تهجيرهم أكثر من 4 شهور بظروف مأساوية، بظروف حياتية مأساوية جدا. وهنا الخشية من قيام إسرائيل بتهجير، وخاصة أنه إسرائيل الآن بعد مرور 4 شهور وعدم قدرتها على تحقيق ما يريده المجتمع اليهودي وما تريده إسرائيل، تعتقد أن تهجير آلاف الفلسطينيين إلى مصر إلى سيناء من الممكن أن يشكل انتصارا إسرائيليا، وأن يتم ترويجه وتسويقه كهزيمة فلسطينية كما تحدث أكثر من مسؤول. هو ما يؤكد سيد شديد، ما يؤكد هذا الاحتمال أن يقدم المحتل الصهيوني على هكذا هجوم على رفح، أن وكأنه يجري إعداد ساحة المعركة بين ظفرين من كل الأطراف، من بينها مصر التي ترفع الآن في هذه اللحظة في عز العدوان ترفع أسوارها وتزيد من الأسلاك الشائكة، وكأنها تعد العدة حتى إذا ما بدأ الهجوم لا يفر الفلسطينيون إلى غزة. إذن المعركة وكأنها محسومة.
لا، هو الجدران التي تقوم مصر ببنائها هي لمنع الفلسطينيين من الهروب باتجاه مصر. نعم. هذه الجدران تفصل غزة عن مصر، وبالأصل أن تقام جدران. الأصل أن يكون موقف واحد من أعلى الهرم من الرئيس السيسي يقول لإسرائيل أنه تهجير فلسطيني واحد يعني إعلان حرب إسرائيل على مصر، ومصر ستعلن الحرب على إسرائيل. مفردات أنه تجميل اتفاقية السلام أو يعني أنه تخلي إسقاط، هذه مفردات مع إسرائيل لا تساوي شيء، قيمتها صفر. يعني هذا بمنتهى المأساوية العربية أن نسمع جمهورية مصر العربية تستخدم هذه المفردات أمام إسرائيل، وهذا يعكس ضعفا رسميا مصريا. بالمناسبة يعني في حديثي أنا أستثني الشعب المصري، الشعب المصري شعب محترم ومنتمي للأمة العربية والإسلامية، وعندهم حس وطني وحس قومي، وتتقطع قلوبهم مثلنا نحن الفلسطينيين لما يحدث، لكن ليست مسؤوليتهم، مسؤولية الدولة. ولكن بالقراءة السياسية مصر ليست السيسي، مصر السادات هي خرجت من المواجهة العربية الإسرائيلية بعد اتفاقية كامب ديفيد. لم تعد هنالك حالة عداء ما بين الحكومة المصرية وإسرائيل، لم تعد حالة حرب، ولكن بالقراءة الأخلاقية نعم للشعب الفلسطيني حق على مصر أن تقف معه وأن تسنده. ليش إحنا ننتمي للأمة العربية يعني؟ ما سيد شديد، لو أردنا أن نضع النقاط على الحروف، لأن هذه مرحلة تاريخية الحقيقة غير مسبوقة، الدماء تسيل أمام أنظار العرب جميعا، لو أردنا أن نوصف الأمور كما يجب أن توصف، هل النظام المصري الآن يقوم بحماية مصر وقد يقول والله أنا هذا لا طائل لي بالمحتل الصهيوني وأمريكا، أم هو شريك ربما في هذه الجريمة ويريد بالفعل أيضا الخلاص من المقاومة حتى يطيب له المقام ربما في غزة تحكمها السلطة بعيدا عن شعارات المقاومة وسقفها المرتفع؟ يعني لا أعلم الإجابة، وقد يعني ما بعرف يعني بالقراءة السياسية وجود مقاومة فلسطينية في غزة هي مصلحة مصرية، كما هي مصلحة للسلطة، كما هي مصلحة للنظام العربي الرسمي. إلا إذا النظام العربي الرسمي والنظام المصري يجهل القراءة السياسية، يجهل العقد الإسرائيلي. بالعكس، كلما كانت هنالك مقاومة شرسة وقوية في غزة كلما أصبحت حاجة إسرائيل إلى مصر أكثر فأكثر. بالتالي مصلحة مصر السياسية ومصلحة نفوذها وقوتها أن تكون هنالك مقاومة قوية في 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 غزة، وهذا يزيد الحرج عن المصريين. أما أن تكون شريكي لا أعتقد أنها، ولكنها مقصرة. يعني أنا كفلسطيني بعيدا عن القراءة السياسية أنا أعتبر أن مصر مقصرة، مصر على الأقل وواجب أن تقاتل مصر، واجب أن 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 تقاتل دفاعا عن الفلسطينيين. بال67 حين تم احتلال غزة كانت تحت السيادة والسيطرة والحكم المصري، ومصر خطابها ليل نهار يقول إنه غزة جزء من الأمن القومي المصري. يعني يا ترى لو كانت القاعدة وداعش الموجودين في غزة وليس حركة حماس، هل من الممكن أن تقبل مصر؟ يعني هل داعش يشكل خطر على الأمن القومي المصري وإسرائيل؟ الحركة الصهيونية التي احتلت أراضي، احتلت آلاف الكيلومترات من مصر وقتلت عشرات الألوف المصريين، هل إسرائيل لا تشكل خطوة؟ بالتالي واضح أنه بالقراءة السياسية مصر خرجت من دائرة الاشتباك بعد كامب ديفيد، ولكن هذا لا يعني أن تقف. بالمناسبة يعني مخجل أن تكون مصر أم الدنيا وسيط ما بين غزة وبين إسرائيل. يعني لا يعقل حتى الفلسطيني كمان بقبلش أن يكون حيادي في أي أزمة ما بين أي دولة عربية وما بين أمريكا وما بين بكل أحوال هذا الواقع الموجود. الآن نحن يعني الآن المطلوب من مصر فقط خطابا، ليس بناء جدران وليس بناء أسباك، موقفا مصريا واحدا على لسان الرئيس السيسي أنه إخراج فلسطيني واحد إلى سيناء سيتم إعادته بالقوة العسكرية، حينها إسرائيل وأمريكا ستحسب ألف حساب للسيسي لمصر، وليس كما هي الحال الكل يستعلي بهم.
الأستاذ عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل، أشكرك جزيل الشكر.